رأيك أنت مهم فيها جدا، لأنه الناس بدأت تتكلم أيوة. في الفترة اللي فاتت أنا كان نفسي عمال أفتكر أقول يا رب إبراهيم يسألني في الموضوع ده. شوف أنا حاسس بيك. والله شفت بقى القلوب عند بعضيها. اسأل السؤال بقى، إحنا هنشوق شفت القلوب عند بعضيها إزاي؟ هنشوق الناس ولا إيه؟ الأهلي يقدم أقوى حاجة في عروضه المادية للاعبين، لكن من السنة اللي فاتت والأسباب المكايدة إياها ظهر منافس جديد اسمه بيراميدز، فبدأ السوق يختلف تماما. بدأ السوق في الناحية المالية يختلف تماما. ميدو وحسني عبد رب والكابتن ضياء السيد اتكلموا على إن الأهلي بيضع سقف جديد لرواتب اللاعبين. إزاي ده حاصل؟ الأول نسمع الثلاثي ونسمع رأي الخبير. سياسة النادي الأهلي إن هو حاطط سقف لرواتب اللاعبين ومش عايز إن هو يعليها، علشان هو عارف البادجت اللي هو شغال فيها. تمام. لكن النهارده ظهرت قوة شرائية جديدة في الماركت المصري، مزبوط. في السوق المصري. مزبوط. أنا الأهلي أنا كبير، صح؟ ما ينفعش أبقى أنا تحت حد. ماليش دعوة بقى الفلوس دي جاية منين؟ جابوها منين؟ صرفوها منين؟ ما حدش قال الأهلي بتجيب الفلوس منين في وقت من الأوقات، ولا الزمالك. ولا تمام؟ ولا يبقى النهارده أنا في عمر لازم أعمل إيه؟ عشان أقدر النهارده أواكب القوة الشرائية الجديدة اللي ظهرت في الماركت، لازم أعلي سقف رواتب اللاعبين. يا جماعه زمان ما فيها اولى وفئه ثانيه ولا كل واحد لا على فكره وان بس الاهلي ما فيش فيها اولى وفئه ثانيه ما فيش فيها اولى وفئه ثانيه ازاي اللعيبه ما تعرفش مين خد ايه وده ما فيش صدقني ما هو ده انا بس افيده عليه بيقول له المفروض هتبقى 1 تو 1 ولا حاجه اسمها سقف رواتب. النهارده انا في نادي دخل بيعلي عليا، انا الاهلي والزمالك لازم ابقى في الليفل بتاعهم، غير مقبول ان انا ابقى تحتيهم. طب لو مش هعرف طب انا لو اهلي وزمالك مش هعرف اعمل ايه؟ انت رايك ايه؟ هل يعني الاداره يعني الاهلي مثلا مش هيقدر يدفع للاعب 100 مليون في 3 سنين؟ طب جيب لي كده يعني الاهلي عنده موارد يقدر يدفع والزمالك عنده موارد يقدر يدفع، منين موجوده؟ النهارده لازم ان انا النهارده طالما ان في ناس دخلت وبقت قوه شرائيه دراعها بقى اعلى مني لازم ابقى دراعها الاجيب. بس بالراحه، اللعيب يستاهل الفلوس دي؟ ده سؤال مهم. احنا كده بندمر كمان، احنا كده بندمر الكره المصريه. ما انا كنت لسه هقول انت كده. معلش لا معلش معلش طب اسمع بيتعرض هذه المبادئ. طب اسمع طيب انا النهارده انا عايز اسال سؤال. انا النهارده لما بسال بلسان الشارع انا يعني احنا كلنا يعني بننزل في وسط الناس. انا اقول اسمع، هل اللعيبه دلوقتي تستاهل ان ناخد 15 و 30؟ انت اللي يهمك ايه؟ ايه اللي يهمك؟ اللعيبه البطولات البطولات. انت اللي يهمك ايه؟ انا ايه؟ انا اللي يهمك ان الدوله تستفيد من الارقام دي، صح؟ قلنا ان لازم لا بعد رقم معين يتحط شرايح ضريبيه ان اللعيبه دي تدفع نسبه ضرايب توصل حتى ل 60 و70% زي في فرنسا. في فرنسا تاخد فوق مليون يورو الضرايب اللي تدفعها للبلد كانت 75%، يعني المليون بتدفع عليه 750. بتكلم في مصلحه الدوله، انما بتكلم على مصلحه الرياضه المصريه ومتعه الكوره. انا هقول لك انا بعد اذنك يا كابتن، بفقد ده كله النهارده. اللعيبه ديت لما يروح ب 50 هقول لك ايه؟ هقول لك هتعمل ايه؟ هقول لك ربنا ما بقولش فيه. طب قول لي هتعمل ايه؟ هتكلم في ايه؟ ممكن اقول لك انا؟ اتفضل. اولا السبب في ده اتحاد الكوره والناس اللي كانت في اتحاد الكوره اللي قعدت 28 سنه اللي ما عملتش دوري محترفين. اللي هو النادي الاهلي يعمل شركه كره القدم، شركه النادي الاهلي لكره القدم. تمام؟ شركة النادي الاهلي لكرة القدم اللي هي ميزانية كرة القدم. تمام. مش الميزانية اللي فيها فلوس الاعضاء وحمام السباحة انت بتاخد من فلوس الاعضاء. النادي الاهلي والزمالك واللي عندهم اعضاء بتاخد من فلوس الاعضاء وتصرف على الكورة. تمام. فبتحطها في الميزانية. لكن لما تبقى شركة الاهلي لكرة القدم هتبقى قايمة بمجلس بمدير تنفيذي بميزانية كرة القدم. النهاردة وجود بالمدخول بتاع المداخيل بتاع كره القدم. وجود بيراميدز هيدفع الاتحاد ان هو يعمل الكلام ده. شفت الموضوع كان سخن ازاي بين الثلاثي. طيب بخبراتك التسويقيه الكبيره، رقم واحد ميدو اتكلم على انه الاهلي ما بقاش القوه الشرائيه الاعلى وبقى فيه هناك ايد اعلى منه. على الاهلي ان يرتقي الى مستوى هذا الايد او هذه الايد المنافسه ولا يعمل ايه؟ على فكره عمر ما النادي الاهلي كان بيقدم اعلى عرض، وده كلام قلناه من زمان ورجعوا من 10 سنين واكتر. الاهلي كان بيقول للعيب انت عايز اكبر عقد مش هتلاقيه عندي، لكن عايز اعلى دخل انا هديهولك. من ايه؟ من لوائحي، من اعلاناتي، من بطولاتي، من مكافآتي، من حقك اللي بتاخده مش الوعود. كان في ناس بتدفع اكتر مننا في الوقت اللي كان فيه ناس بتدفع 8 مليون كان ابو تريكه بياخد 3 مليون. فمحدش يجي يقول طول عمر النادي الاهلي، لا
طول عمر النادي الاهلي بيدير باقتصادياته اولا. كان في ناس بتساعد، اهلا وسهلا، خير خير وعدل زياده، لكن الاصل ان انا لما عندي ده ظهر في رمضان صبحي انه في سنه ونص اخذ اعلانات من ورا النادي الاهلي بحوالي 28 مليون جنيه. هو لو كان حسبها حد بس، معلش مش عايزين نعيد الامور. المساله ان كانت تتحسب له من اقرب الناس اليه، سواء وكيل وسواء حد بيهم مصلحته، سواء حد بيتكلم معاه. تعال شوف مع الاهلي هتوصل لكام، ولو خدت بطولات هتوصل لكام، وفي الاخر هل في فجوه ولا الدنيا قريبه. الحزبه كانت بتمشي طول عمرها كده. فمساله ان انا لازم انا ابقى بدي اعلى عقود، لا مش لازم، لان اللعيب له ثمن والاهلي له ثمن. الاهلي ثمنه ايه؟ ان انا بهيئ لك انك تكسب بطولات، بصرف عليك مع زمايلك اللي لازم يساعدوك عشان كلكم تكسبوا بطوله. انا لما بجيب لعيب كويس او بحطك في مناخ كويس او بدي لك اعلى رعايه بعملها علشان تكسب بطوله. دي زاويه. الزاويه الثانيه اللي الكابتن ضياء اتناقش فيها، هو ده اللي بيحصل في الاهلي على فكره. الاهلي لديه شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، محدش عنده غيره الاهلي هذه، والتسويق اتحط عليها تسويق. عايز تحط اداره كره القدم، حطوا اداره كره القدم. طب الاهلي بيعمل ايه؟ هل عنده ميزانيه مستقله لاداره كره القدم منفصله عن كره القدم؟ عنده شركه الاهلي لكره القدم، عنده كيان منفصل، كيان هتسميه بقى اي اسم، لكن بميزانيه مستقله ملهاش علاقه بميزانيه النادي. يعني ما بياخدش من هنا يحط هنا. هو طبعا لازم هياخد من الرعايات. خلي بالك انت بتاخد رعايه ليه؟ ايه معنى الرعايه؟ ده الايمج، الصوره الذهنيه اللي عاملها ايه؟ بطولاتك وجزء من رموزك. فانت بتاخد جزء من الفلوس دي بتحطها في كره القدم عشان يفضل الايمج او الصوره الذهنيه بتاعتك فوق. البث التلفزيوني ده خلاص بقى، ده كره قدم بيور صرف بالزبط. من فلوس دي مداخله الكوره، فلوس دي بتعمل ميزانيتك. طب هل النادي الاهلي لما قدم للاتحاد الافريقي اللي بيشترط انك انت عشان تاخد الرخصه يكون عندك ما يثبت السلامه الماليه والشفافيه الماليه؟ ايوه. والنادي الاهلي الوحيد في مصر اللي خد الرخصه بناء على ما قدمه من مستندات ونظام مالي، هو النادي الوحيد الذي استطاع ان يقدم ميزانيه بتوضح فلوسي، ميزانيتي تستطيع ان تفي بالتزاماتي. الكابتن ميدو كان بيني وبينه حوار في ماتش السوبر اللي كان في الامارات، كان جنبي الكابتن حسام غالي وما صدقش الكلام اللي انا بقوله، لكن انا دعيته انه اطلب، بلاش تروح النادي الاهلي، اطلب الميزانيه اللي اتعرضت على الجمعيه العموميه، هتلاقي كل حاجه مذكوره فيها. كره القدم لها ميزانياتها وبتصرف ومواردها تسمح انها تنفخ، لكن الخطوره انك تقول لي ما فيش حد يبقى اعلى منك، لان انت اللي قدامك هيفضل يجرك لما تدين. ما هو في انا مواردي معروفه، لما يكون حد بيعتمد على ناس بتضخ له اموال مش موجوده في الميزانيه المعلنه انا مش قادر اواجهه. فانا بشتغل بمواردي. النادي الاهلي لازم ميزانيته تكون تفي بالتزاماته، ميزانيته اذا جاء عون من الاخر يبقى جميل، دي زياده بتوفر لي انا حاجات اعمل بيها حاجات تانية، اعمل ابجريد للفرقه، اصلح الملعب، اعمل لهم فتره اعداد بشكل مختلف، انما الاساس لازم ميزانيتي تفي بالتزاماتي. طيب الكابتن ضياء او الكابتن حسني عبد ربه كمان طرح سؤال مهم، هو في لعيب في مصر يستاهل الارقام دي؟ طب هو في لعيب في مصر النهارده في ارقام هنا لو سافر بره مش هياخدها؟ بس هو ده بدليل. اقول لك على حاجه اللي بيقوله حسني واللي اكده الكابتن ضياء، طب اطرح اللاعب ده للسوق. مش مطروح فقط في السوق المصري، مفيش قيم تسويقيه واقعيه. أيوة بالظبط. انت في السوق فين السعر الاخر اللي جاله؟ انت بتنفق في مصر في حاجات اعلى من قيمتها التسويقيه بكتير. طب سعره في مصر
بتحددوا القيمه بتاعته ولا اعتبارات المخايده ولا لا؟ مناخ طبعا، مناخ تنافس، حاجات تانية. يعني ما تقدرش تحط ايدك بالظبط انه في سبب عملي، لا موضوعيا ما ينفعش الدنيا تمشي بالشكل ده. وهو اللعيب دلوقتي النهارده يعني كوكا مثلا في البرتغال بياخد 50 مليون جنيه في السنه؟ لا طبعا ما اظنش. مش كده؟ صحيح. يعني اذا الدوري المصري بيدي فلوس مش موجوده بره. اليونان هتدي فلوس بالمنظر ده؟ لا يعني انت لو قلت البريميوم ليج ولا ده ممكن يبقى في فلوس تقرب من الحاجات دي. ولو ان دلوقتي 30 و40 مليون في السنه بالاعلانات ب 50 مليون، يعني ارقام يا جماعه والله لا يمكن. وده انا اللي قلته 100 مره، قلت لك الكوبايه دي ما حدش يجبرنا اشتريها ب 1000 جنيه، هي ثمنها 30 جنيه. 30 جنيه انا بقى محتاجها قوي وشبطان فيها، وانت بياع شاطر هتقول لي خدها ب 50، لو قلت لك خدها ب 1000 لا بقى راجل بقى يعني مش موضوعي ان انا اروح اخدها صحيح لمجرد ان انا نفسي فيها يعني. او هغيظ حد تاني ان انا اخدها منه، اجيب كوبايه تانيه شبهها ويمكن احسن منها. طيب لكن فجاه اللعيب اللي احنا عليه شايفين ان رقم انتقالاته مبالغ فيه، فجاه ممكن يتعرض لاي مرض، ربنا يحفظ الجميع، ياثر على مسيرته وعلى حياته، او اصابه. الحل ايه؟ نشوف برضه مطرحه بميدو مع الكابتن ضياء السيد وحسن عبد رب. مين المسؤول ان مؤمن زكريا مش مؤمن عليه؟ وكل لعيبه مصر. مين اللي مرر عقود اللعيبه دون ان هم التاكد من اللعيبه دي متامن عليها؟ لما جيت بقى سالت في قصه التامين لقيت الموضوع سهل، عشان تعرف ان الانديه طماعه. الانديه عندنا طماعه، اخر حاجه بيبصوا لها اللعيب. النهارده سالت تكلفه التامين على اللعيب دي هتساوي قد ايه يا حسني؟ قال لك 6% من قيمه عقد اللاعب. يعني ايه؟ يعني النهارده هتبقى اللعيب مؤمن عليه على ضد الاصابات وان هو على حياته وكل حاجة. 6% يعني ايه؟ يعني انت لو البادجت بتاعك 100 مليون يعني 6 مليون جنيه فقط. ضربت مثل انت بعبد الوهاب الله يرحمه لما كنا قاعدين بره نتكلم بتقول لك عارف عبد الوهاب كان مؤمن عليه الله يرحمه كان اهله خدوا 10 15 مليون جنيه. بدل ما النهارده تروح ان انت النهارده تقدم لهم مساعده ولا مش عارف ايه بتاع، حقه ان هو ياخد. مؤمن زكريا لو مؤمن عليه كان حقه ان هو ياخد 10 15 مليون جنيه، مش النادي الاهلي يروح لوزاره الرياضه يتحايل عليها ان هي تطلع له فلوس، او حد يجيبه النهارده عشان الناس يصعب على الناس فالناس تطلع له فلوس. لا لا، مقدر جدا حماسه الكابتن ميدو طبعا، وكان لازم يبقى فيه تامين، واللعيبه كانت تشعر انها لو اتعورت او جرى لها حاجه يبقى مش محتاجه تروح يمين وشمال ولا تنتظر يعني عطف احد ولا اهتمامه، مساعده حد، هيبقى حقه ان ياخد التامين. طيب هو ليه الانديه ما بتعملش تامين؟ لانها طماعه. طب انا هقول لك حاجه كابتن ميدو، انت راجل بيزنس مان وانا بقول لك من هنا اعتبرها حاجه شغل في الصميم، هات شركه تامين تامن. انت عارف ان انا قعدت كام سنه احاول اجيب شركه تامين تامن؟ والله العظيم رحت لشركات التامين المصريه الكبريات شركات التامين ويجوا الاقيهم بيامنوا على حاجات ما لهاش علاقه باللعيب. عايز يخش يامن بس مش على اللعيب وعلى اصابات الملاعب وعلى العلاج. انا كنت ساعتها نفسي امن على اصابات الملاعب، وكانت موضه بلع اللسان والحاجات دي ظهرت، وعلى الحياه وعلى العجز الكامل وعلى العلاج الخارجي، ونقطع مرحله والناس تتوقف وتقول لك ما عندناش هذا النظام. قلت لهم طيب ما تروحوا تشوفوا في انجلترا بيعملوا ايه. في نظام التامين اللي بيسموه باك تو باك، يعني بيجيب شركه تامن وهو يعيد التامين اعاده التامين وراحوا وبقيت انا ادور واساعد ادلهم اسامي شركات. لم تستطع شركه تامين واحده حتى المالتي ناشونال شركات اللي هي متعدده الجنسيه مش مصريه، ما حدش فيهم اداني تأمين. وكنا متفقين في النادي ان التأمين هيتحمل النادي بالإضافة الى اللاعب قيمة التأمين. وكل نظام احنا استعدينا ان بس شركة تقدم لنا عرض، لحد ما مشيت ما فيش شركة. هل تغير نظام التأمين دلوقتي؟ حد يقدر يجيب شركة تأمين؟ هو انت فاكر ان في نادي بعد المصاريف دي كلها هيرفض انه يؤمن على اللعيبة؟ هو احنا بندفع علاج خارجي قد ايه
ده احنا من كتر العلاج الخارجي هناك تفكير الان في النادي الاهلي ان احنا نعمل مستشفى ونجيب خبراء من بره تبقى هب او مركز او مركزيه للعلاج المنطقه كلها. لان النادي الاهلي والانديه المصريه الصليبي بقى زي الانفلونزا دلوقتي في الملاعب المصريه وعمليه التاهيل هي المشكله كلها. فانت متخيل انك انت بتفكر كده؟ طب ما الاسهل لك تامن، الاسهل لك تامن. يعني اللي انا عايز اقوله مش معقوله، وده تملي مشكلتنا احنا في مصر حتى على مستوى الرجل المواطن البسيط اللي يقعد في اي قاعده يقول لك البلد المفروض يعملوا كذا، بيقولوا افكار بديهيه جدا لا يمكن تكون خافيه على المسؤول. ايه اللي بيخلي المسؤول مش قادر ينفذها؟ امور خارجه عن الاراده. لما تيجي انت بقى تتحط في موقع المسؤوليه يا استاذ ابراهيم تشوف الحاجات دي وتلاقي نفسك. نتمنى ان شركات التامين تقبل على التامين على الرياضيين وكره القدم تحديدا، والله هيحلوا لنا مشكله كبيره جدا. لكن انا بقول لك لحد ما مشيت من موقعي ما كانش في حد راضي. نتمنى، لانها قضيه مهمه جدا اللي طرحها ميدو، واللي المهندس عدلي اشار الى انه النادي الاهلي تمنى مرارا وتكرارا التوصل لاتفاقيات مع شركات مختصه في التامين تضمن حياه امنه للاعبين عموما. كهرباء اختص